الرئيس تقرصوا في العرض نتاعكم مجموعة نتاع المشاريع اللي كتهم البنية التحتية تاع المدينة ولا عقدت تغير على مستوى يعني الملامح العامة تاع المدينة. غير هو السيد الرئيس منين تتكلموا على تأهيل نتاع المدن ولا إعادة التأهيل نتاعها والهيكلة نتاعها، يعني راه ما كيتوقفش الأمر على أننا كنحيدوا طريق ولا كنوسعوها ولا كنضيفوا بعض الطرقان في وسط الأحياء، وهذا أكثر ما خص هاد الهيكلة نعكس على الجانب الاقتصادي نتاع المدينة والحركة الاقتصادية نتاع المدينة. راه قدر ما الهيكلة نتاع المدن في منأى على الجوانب الاقتصادية اللي كتقيس اللي كتنعكس بشكل كبير على الجانب الاجتماعي نتاع السكان والحياة اليومية نتاعهم، فكنظن كتبقى ديك داك التأهيل. يعني يمكن هو واخا راه مطلوب ومفروض ومحتاجينه يعني، ولكن خص تكون واحد الرؤية واسعة وشاملة لهاد الجوانب، لأن راه ما كاينش شي تطور ما كيقيش الجوانب الاقتصادية إلا ما طورناش ما قصناش ولا فكرنا أننا نقيسوا الجانب الاقتصادي والمعيش اليومي نتاع المواطن، فما كنظنش بأننا يعني كنديروا واحد السياسة تنموية حقيقية. غادي نعطيك مثال السيد الرئيس، حنا اليوم كنتكلموا بأن كاين مبالغ مهمة وصلت 53 مليار بشراكات في مجموعة نتاع القطاعات يعني الحكومية والجماعة المحلية والمجالس سواء الجهوي أو الإقليمي. فعلاش ما فكرناش مثلا منين كنتكلموا على الإكسبونسيون تاع المدينة كنقولوا غادي نديروا توسعة وهذا وهذا، يعني ماشي على مستوى تصميم التهيئة كنقولوا دخلنا ديك الأرض ودخلنا داك الطيران وهذا إلى آخره، ولا منطقة سكنية ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فقدر ما كيتطلب منا حنا كجماعة أننا نأسسوا لواحد البنية تحتية، هنا كتكون عندنا رؤية مستقبلية. مثلا عطيك واحد مثال ممكن يتقال ممكن هذا ممكن يتناقش ممكن منين كنتكلموا على مثلا واحد لاروكات غادي تجي من العمران، لاروكات اللي دارت في الفترة السابقة في الميزانية السابقة ديك لاروكات ديال العمران، هذا مثال كي كانت ديك البلاصة مثلا من قبل كانت منطقة يعني نقولوا مهجورة منطقة خالية هذا المفهوم، هذا نهار دارت الطريق ودار الضوء ودارت مجموعة نتاع البنية التحتية شجع الاستثمار. راه منين كنتكلموا على الاستثمار منين كنتكلموا على الاستثمار ولكن انا منين كنقول لك الاكسبونسيون انا جايك علاش، انا ماشي انا قلت لك ماشي مطلوب هذا الشيء اللي دار السيد الرئيس، انا كنقول لك للمزيد من توسيعات الافاق ويعني والنموذج اللي هو كنسيلوا به يكون يعني عنده انعكاسات اقتصاديه. ومنين كنقول انعكاسات اقتصاديه انا غادي نوصل ليها منين كنقولوا لا روكات نتاع العمران ولا فيها اليوم فرماسيان ولا لافاجات ولا قهاوي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يعني اولا الاستثمارات كتجي تقوم داكشي اللي تبنى راه في الملايير، يعني راه تصرفات فلوس يعني كاين واحد الموفمون هذا دروكري هذا السيما هذا الى اخره، زائد المرافق اليوم اللي دارت قهوه بحال كتخدم لنا ثلاثه العناصر ولا اربعه ديال العامله فرماسيان كذلك لافاج دروكري اكسترا، يعني زائد المداخل ديال البلديه في الرخص ديال التعمير وكذا وكذا الى اخره. يعني هذا علاش ما يكونش واحد الامتداد اخر كنخلقوه جديد كنخلقوا النواه باش نطوروا المدينه. مثلا من الرون بوان اللي تيزاد في عران العمران لهنا الطريق متقطع الطرق مر الريحان زومبيلا ديال الريحان، وراها تما كنت كتلقى تزرت على الرطل مع الريحان مع الطريق اللي جايه من الطريق كان جيراتوار، يعني شحال من هذاك لو جيراتوار المستقبلي لان على حدود الساعه المهم راه مازال ما كاينش كنهضرو على الوضع الاقتصادي حاليا كنديوها مثلا للسبيطار او لجهه نور الرساله او كذا، مع العلم بان اليوم كيداروا تما تجزئات كيداروا مجموعه نتاع يعني الناس راه كتهيئ لواحد المدينه مستقبليه تما، فما كتشوفوش السيد الرئيس الى دارت تما ديك الطريق يعني كتشجع ان الناس غادي توجهوا لديك المنطقه، ناس عندها فلوس باغيه تستثمر وهذا الى اخره، يعني واش ديك البلاصه ما غاديش تخلق فيها استثمارات اخرى وغادي تلعب واحد الحركه اقتصاديه اخرى زائد التوسعه نتاع المدينه، يعني لي زونطري ولا سورتي وهذا نتاع المدينه ما غاديش نبداو نقتصروا على ممر واحد يدي ويجي، غادي يوليو عندنا ممرات اللي كتخفف التسير والجولان والعبء المرور على المدينه.
فهاد الطريق هذه يعني تما كتبان لينا مدينه اخرى وكنشجعوا حتى الاستثمار وكنعطيوه المجال، ولكن باش نهار كنديروا له حتى هو بنيه تحتيه نتاعو وكنطوروها. مكناس مثلا جيت مرجان كانت غيخله، نهار دازت الطريق اليوم راه كتشوفوا العمارات وكتشوفوها، راه كاين الناس اللي باغيه تسكن. هذا كينعكس المداخل ديال السيد الرئيس مستقبلا تاع المداخل المدينه اللي كنقولوا اللي كيجا في العرض نتاعكم انها ولات كتزير ولات عليها ضغوطات، الشيء اللي ربما كيستدعي واحد السياسه تقشفيه، ولكن سياسه تقشفيه مع واحد الرؤيه اخرى لكيفاش غادي نجلبوا كذلك مداخل اخرى. يعني ما غاديش نجيو التقشف ولكن بشكل متوازي مع خلق مجالات اخرى اللي كتوفر لنا الاستثمار. هذا جانب السيد الرئيس علما بان راه تعاودوا بعض الطرقات اللي في ريسبسيون غير في 2013 ولا فهما اليوم كنديروا لهم توسيعه، وهذا راه كاين توسيعه ما كاينش عاودناه. علاش؟ توسيعه ملي كنوسعوا راه كنحيدوا تروطوار، كنحيدوا الكارلاج، كنحيدوا هذا، كنزيدوا نوروبي، كنحيدوا البوطو دو ليكريراج، اذا راه تعاودت. ما نوسعوش؟ لا انا كنقول لك الطريقه كنوسعوا بلا ما نقصوا، ولكن غير منين كيكون البروجي دار مليار ديال السنتيم مثلا وفي ظرف ثلاث سنين غادي نحيدوه مثلا لضروره من الضرورات. انا ماشي كنقول لك زعما الضروره ما كايناش، اذا شكون هذا سؤال، هذا سؤال. اذا اذا مشات فلوس ومشات فرص مهمه، يعني هذا الشيء اليوم اللي أربع سنين الرئيس راه ماشي بزاف بالنسبة للجماعة بحال خنيفرة. فهمتي السيد الرئيس؟ على أين؟ أنا غير كنقول يعني كان كاينة فلوس اللي كان ممكن تخلق لنا استثمارات أخرى. هذا بالنسبة للسيد الرئيس للتهيئة. ذكرتوا بأن ساحة الشهداء قلتوا بأن غادي يبدا فيها باركينغ. واش انتوما كتشوفوا بان يعني باركينغ تما وسط المدينه واش مناسب زعما ولا تبقى ساحه؟ لان الفضاءات وسط المدينه كنشوفوا بان الساحات اللي كتفتقر على المدينه الخنيفره راه ممكن الباركينغ نديروا جهه الباطمات، نديروا يعني نقلبوا له على مكان قريب من الشارع، ولكن باش يبدا وسط الشارع كنظن خاصنا الساحات. ما كاينش على اين تطرق هذا جانب. بالنسبة للساحة نتاع أزلو قلتو السيد الرئيس، ومني كنقول تعاودوا بعض المشاريع ها أزلو مليار و 200 مليون هذه 4 سنين ولا 5 سنين، اليوم حنا كنلوحوا فيه 800 وكذا، يعني باش نديروا واحد البروجي تما يمكن نديروا قرية مدينة ديزني والله تندخلوا بها فلوس صحيحة. هذاك مين كيبوع حط هذاك هذاك الدولار، ولكن يمكن يشريو بالدراهم السيد الرئيس. على أيين؟ هذا بالنسبة للساحة نتاع أزلو غير الامتداد اللي قلتو بأنه ولا صعيب أننا دوك نضمو دوك السكنة الموظفين اللي تجندوا. وكنظن السيد الرئيس هذا ديما كان طموح وكانت واحد الرؤية أننا نوصلوا لنواب الساحة نتاع أزلو. فكنظن زعما هنا 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 اللي خص الاستماتة باش يتحقق هذا الطموح هذا السيد الرئيس. وكنظن سخنة يعني يكون تابعين للخواص كنلقاو فيهم مشاكل، ولكن ملي يكونوا تابعين للدومين ولا لشي قطاع زعما حكومي كنظن التنسيق مع السلطات المحلية راه كيسهل هذا الشيء السيد الرئيس. هذا جانب. وكنظن يعني راه ما خصناش نحسوا كي كنقولوا بعض الاحيان كدوز فرص اللي صعيب باش تعوض مستقبلا، وكنتمناو ان في العهد نتاعكم السيد الرئيس تحقق هذه الفرصه هذه. كل شيء بغيت تدير بعدين. لا ما نهضروش عليه. لا عرفتي علاش؟ ذاك عمر الخيام وغد بظهر الغيب وكم يخيب الظن في المقبل، راه ديما كنخافوا من داك الشيء اللي جاي، ولكن ما دمنا دابا تنعيشوا الحاضر راه تنتكلموا على شنو كاين وشنو ممكن يدير السيد الرئيس. هذا هو اللي بالنسبه للقضيه تاع المسرح، وهذا في قلتو غادي يكون واحد يعني تجمع في المسرح وفي سونتر كولتيرال وكذا. فتكلمنا هادشي راه دار مزيان راه كيتسجل لكم.